ولادنا ما يمكنش نهر تهرون. هاد الوقفه هادي جات اعتباطيه بصراحه بكل صراحه، لان ما كاينش واحد التنسيق ما بين الجمعيات، وكذلك في غياب تام للفيدراليه الاقليميه التي اعتمدت على الاذان الصماء، ارتئينا اننا نجيو نوقفوا بالرفقه ديال الفلدات ديال الاكباد ديالنا امام المديريه الاقليميه اللي هي المسؤول المباشر داخل الاقليم، باش نعبروا صوتنا ونعبروا على يعني مدى الاستنكار ديالنا لهاد التعسفات اللي كيتعرضوا لها التلاميذ، وكذلك هدر الزمان المدرسي. كيف يعقل بانه التلاميذ كيضيعوا في الشارع اضرابات متتاليه تقريبا 60 يوم هادي على هدر الزمان المدرسي، والوزارة الوصية أو الحكومة لم تتخذ أي إجراء في غياب تام حتى التنوير ديال أولياء الأمور. كنظن بأنه ما كاينش شي مسؤول حتى ولو أنه إقليمي أو جهوي، كنا كنتظروا بأن ممكن أنه المدير الإقليمي يخرج لنا ببيان أو لا يتم استدعاء أولياء الأمور باش يوضح لهم على الأقل أشنو الموقف اللي غتاخذوا الوزارة، فقط أنه كان استدعانا باش يجي يشرح لنا النظام الأساسي، لهذا النظام الاساسي احنا لا يعنينا في شيء، هو نظام اساسي يتعلق بالاساتذه. هذا هو علاش يعني بكل صراحه هو هذه الوقفه الاحتجاجيه عندها هدفين: اول استنكارنا للفيدراليه الاقليميه اللي غايبه، وكذلك استنكارنا لما آلت اليه اوضاع التلميذ خلال هذه المده. وشكرا. نقف بجانب الجمعيات. من هذا المنبر هذا كنوجه واحد الرسالة إلى الوزارة المعنية باش تشوف تحل هذا المشكل هذا، لأن الأبناء ديالنا كيدوروا في الشوارع، الأكثرية ديال التلاميذ صافي ما تلاوش استجبوا لهذا الشيء، ولذا كنطلبوا من الناس المسؤولين يفكوا لنا هذا المشكل عن طريق الحوار، والتلاميذ يرجعوا للمدارس ديالهم ويفتحوا باب الحوار. راه باب الحوار راه هو الحل الوحيد باش غادي تفقد المشاكل ديال الإضرابات. الحوار من بعد الحوار ديك الساعه جلسوا في واحد الطاوله تحت الضمانات وخليو لنا التلاميذ ديالنا يتبعوا الدراسه ديالهم. تمثل جمعيه الاباء فقط همهم الوحيد هو المناصب والريع الذي يستفيدون منه. اذا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.